إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن الآن مع أسرة ياسمين اللي توفت غدر على يد زوجها، مع أسرتها دلوقتي وباباها هيعرفنا على تفاصيل. أهلا بك يا حاج. أهلا بك. الله يبارك. احكي لنا إيه اللي حصل في الواقعة؟ أمها اللي كانت بتتصل بيها يوم الاثنين مش عايزة ترد. هي كانت هنا يوم الجمعة. لا هي بدأت الاتصال بيها يوم الجمعة. احكي من يوم الجمعة. يوم اتصل بيها يوم الحد. مش يوم الحد. يوم الجمعة. يوم الجمعة يا حاج، هما كانوا هنا يوم الجمعة. كان يوم الجمعة هنا. تمام. ومشوا وكويسين وصلحناهم على بعض وبقى تمام، مفيش أي مشكلة. مش متشكلين، ده مخرجة ومعشية، مفيش حاجة. مفيش أي مشكلة. تمام. وبعد كده لما مشوا مع كان ناولها باين إن هي على إيه؟ يعني مع نيته ما كانتش مظبوطة من ناحيتها. بس هو كان معانا كويس، مفيش أي مشكلة. بس هو ماشي شايل منها. يعني ناوي إن هو يعمل فيها أي حاجة. تمام. وبعد كده امها كان بعد كده بتتصل بيها ما كانش بترد عليها يوم والتاني، وتالت يوم بقى قالت لا لا لازم اروح اشوفها في ايه بالظبط، لان كان دايما تتصل بامها الصبح تطمن على العيال. بعد كده ايه اتصلت بيها تاني بالليل فايه ما ردتش عليها، التليفون ما بيرنش ومغلق. قالت لا انا هروح اشوف البيت. الكلام ده بالليل. قلت لها خلاص روحي وببلغين عشان اعرف. راحت تاهت على الطريق، فبعتت لابنها راح لا تعالى انا عارف المكان عارف البيت وانا هوصلك. راح بقى لقى ناس تحت زي ما امها حكت لك الموضوع ده. فانا لما لقيتها متاخره قلت لا لازم اروح اشوف. انا قبلها ابن اتصل بيا قال اتصل بعمه وعمه اتصل بيا قال له تعالى عشان ايه عاوزين نعرف في ايه، انا ما اعرفش حاجه لغايه دلوقتي. فلبست ورحت. الكلام ده كان حوالي الساعه ايه يعني بعد العشاء بشويه كده. فانا رحت على البيت اشوف ايه الموضوع بالظبط. انا فكرت يعني زعلانين من بعض وبعد كده يعني عمهم راح يصلح. فرحت لقيت الناس واقفه هنا قدام البيت. فانا بقول لهم بيت ياسمين ديت؟ قال طب هي فين؟ قال ما لا مشكله كده وهي تعبت شويه وراح وديناها المستشفى. قلت لهم في ايه بالظبط؟ بعد اذنك عرفني في ايه بالظبط؟ قال الصراحه هي الله يرحمها ماتت. انا انهارت وتعبت والسكر زاد عندي والضغط وتعبت وفضلت قاعد يفوقوا فيا. بعد كده قلت لهم هم راحوا فين دلوقتي؟ قالوا هو في اسم تاني في عشان بيحاول معاه. فرحت اسم تاني. فانا رحت متاخر ما رضوش يدخلوني لان الاسم قفل من بره ومن جوه ممنوع حد يدخل تاني. حاولت ادخل ما بعد انا تعبت. بعد كده انا تعبت انهارت جامد والضغط زاد عندي زاد عن اللزوم والسكر. فخدوني وديني المستشفى عشان يشوف عندي ايه بالظبط. وليت نفسي يعني ضيق في النفس ومش قادر وعصبي تعبانه خالص. رحت كشفوا عليا في المستشفى. عقبال ما رحت بعد كده رحت القسم ما رضوش يدخلوني برضه. فضلنا قاعدين لغايه لما التحقيق خلص وخدنا بعضنا وجينا على هنا. ده اللي حصل معايا يعني لان انا ما حضرتش التحقيق الصراحه. هننتقل للحاجة برضو. يعني هي كانت هنا عندك يوم الجمعة يا حاجة ومتغدية عندك هنا؟ هو مخرج. وهو طب هو برضو اتغدى معاها هنا؟ اتغدوا برا. اتغدوا برا. خرجوا واتغدوا برا. تمام. وجم بقى كانت لها حاجات طلبات جايبها لها يوم الجمعة وراحوا هم السوق جابوا برضو شوية طلبات ومفيش حاجة. ومفيش أي حاجة نهائي؟ مش خالص. لا مفيش حاجة خالص. وماشيين عادي مفيش حاجة. ومشوا من هنا آخر النهار مفيش أي حاجة نهائي. مشيوا بالليل بقى وخلاص على كده. بعد كده بقى اتصلت بيها تليفونها مقفول. بترن عليها قافلة تليفونها. هو اللي اتصل عليا الأول. وبعدين بنتي اتصلت عليا وتليفونها اتقفل. يعني ما كملتش الرنة. والحيوان ده
اتصل هو عليا من تليفونه. ايوه في ايه؟ قال لي ياسمين كانت عايزه تشتكي لك مني. قلت له ليه؟ عملت لها ايه؟ قال ابدا، دي شويه خضار اللي كنا جايبينهم، جبت حاجه من دولابها، البادي بتاعها. ده كان يوم الجمعه بالليل بقى ولا تاني يوم؟ تاني يوم. يوم السبت. اه تاني يوم. جبت البادي ومن عندها من دولابها ولفته بيا. قلت له ليه يا محمد؟ اللي بتعمل الحاجه اللي بتستفزها وترجع تقول لي دي بتزعق ويحصل مشكله، دي مش عمايل ناس عقل على فكره، ليه تعمل كده؟ في فوط مطبخ، في ورقه جورنال، مش حد بيعمل هدومها ما بتتحطش فيها خضار. قال لي والله ده اللي حصل، خلاص معلش انا هراضيها. بس بعد كده تليفون بوسي ياسمين اتقفل، اتصل برضو على تليفونه مقفول، تليفونها اتقفل بعد كده وتليفونها هو كمان اتقفل. هي اتقفل، وقلت يمكن شبكه، يمكن البنت الصغيره وقعته. اتصل هو من تليفونه اطمن عليها، كان هو في الشغل بقى، هو في مبنى الارشاد الساعة واحدة ونص بس مقفول، التليفون بتاعه برضو مقفول. فقلت يا ربي طب الميعاد ده في الشغل، يبقى الشغل في شبكة برضو مقفول. خلاص خلاص اليوم ده بقى يوم السبت، قلت خلاص بقى يمكن شبكة يمكن كده. خلاص يوم الحد بقى برضو الولاد بولادها رايحين المدرسة، متعودة تتصل الساعة 7:30 إلى 5 بالظبط، كل يوم لازم تتصل على ولادها شهد وآدم قبل ما يمشي على المدرسة وتسمع صوته. في اليوم ده ما اتصلتش، رنيت عليها اداني مقفول. هي بترن عليكي كل يوم؟ بترن كل يوم، تطمن عليك الصبح واخر النهار، كل يوم الصبح واخر النهار لازم تكلم ولادها على طول. فشهد قالت لي يا تيتا ماما ما كلمتنيش ليه النهارده؟ قلت لها خلاص يا شهد امشي بقى على المدرسه الساعه 7:30، ممكن يكون ماما التليفون بتاعها فاصل شحن الله اعلم بيه بقى. قالت خلاص يا تيتا ماشي، لما اجي هكلم ماما. جم الولاد من المدرسه نكلمها برضو مقفول. فانا حاجه وجعت قلبي كده وتعبت وضغط عالي، ما عرفتش اروح لها في اليوم ده، ما قدرتش امشي على رجلي مش شايلاني، وقعدت نايمه في السرير ومش عايزه اسمع حد ولا اشوف حد. خلاص خلاص هو برضو قارين مقفول مقفول وهو مقفول وهي يوم مقفول. الاثنين بقى في اول النهار مقفول، الاثنين برضو مقفول، الاثنين تليفوناتهم مقفول، كله مقفول، ده مقفول وده مقفول. قلت لا انا في حاجه كده داخله عليا وانا مش مطمنه للتليفونات المقفوله دي، عمرها ما عملتها عمرها. رحت رايحه يوم الاثنين، ادم قال لي يا تيتا هاجي معاك، قلت له لا خليك شهد، قلت له لا خليك. رحت تهت لاني ما رحت لهاش في الشقه مرتين، مره انا وجيراني كنا رايحين نباركلها، ومره تانية ما رحت لهاش بصراحه، يعني هي اللي بتجيلنا. فتهت بالليل العشاء، وطبعا البيوت الشوارع كلها في البلبسه دي ولا الحكر كلها شبه بعض في الحكر. اتصلت على ابني شغال في الطيب صلاح، قلت له يا صلاح ابعت لي ادم عند الجامع. ليه يا ماما؟ قلت له الشوارع عماله رجليا وجعتني. يوم الاثنين امتى بقى؟ كان اخر النهار؟ صليت المغرب ومشيت. بعد المغرب؟ بعد المغرب صليت ومشيت على طول. العشاء قدنت عليا وانا هناك بلف مش عارفه اوصل للبيت. قلت له ابعت لي ادم عند الجامع عشان انا تعبت من اللف ورجليا وجعتني مش عارفه البيت فين. قال لي خلاص يا ماما انا اللي هجي. قلت له خليك انت لشغلك. قال لي لا يا ماما انا جاي. خلاص حبيبي ربنا يخليه لي يا رب، في ثانيه لقيته جاي. دخلنا رحنا لقينا الناس قاعدة في الشوارع كده ولابسين اسود كلهم، وفي شوية رجالة كده قاعدين على جنب عادي، الناس بتقعد زينا في حتتنا عادي. أنا قلت ده عادي يعني. لسه داخلة من باب العمارة لقيت الناس في الشوارع، في الشارع كل البيوت مشغلة قرآن. دخلت العمارة صوت القرآن جاي من فوق، المسيحي مشغل قرآن جنب شقتها، شقتين جنب بعض كده، وشقتها مفتوحة والباب مكسور. دخلت قلت مش واحدة بوسي، شقتها مفتوحة ده ما بتفتحش خالص والباب مكسور. قلبي ما اطمنش، عارف رجليا ما شالتنيش لحد ما طلعت، سندت كده في شاب كده سندني وطلع. دخلت شقتها الصالة كده وأوضة البلكونة كده على يميني على طول، بصيت فيها كده
لقيت ضابط قاعد على السرير وعامل كده. سألته السلام عليكم. وعليكم السلام، مين حضرتك؟ قلت له أنا بنتي صاحبة الشقة، بنتي ياسمين. أنا مامتها. أنا مامتها. فين بنتي بقى؟ أنا فكرت هو ضربها وهي اتصلت بالنكدة وده قاعد، لا وهي بتلم هدومها جوه، لأن لقيت حال الشقة مقلوب كده. فبقول له بنتي فين؟ وما ردش عليا، راح مط في الأرض وسكت. قال لي انتي مامتها، ما ردش عليا. جيرانها بقى اتنين ستات واتنين رجالة تلاتة وشباب كتير جم. قال لي انتوا سايبين بنتكوا ليه؟ سايبينها ليه؟ سايبينها الحيوان زي ده ضاربها ومبهدلها ومقطع من جسمها. كنا نسمع تصوت مش نسمع الساتين، ونسمع جعورته قد كده، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، ما يستاهلهاش، هو ما يستاهلهاش اصلا. قلت له طب ايه اللي حصل؟ طب بنتي فين؟ واحد واقف قال لي بنتك في المستشفى. قلت له عامل فيها ايه؟ معورها فين عشان اروح لها؟ طب هي فين المستشفى ايه؟ قال لي طب ادي شويه كده، هي في الاميري. قلت له يلا طيب نروح. المسيحي بقى الراجل اللي جنبها يعني قال اطلب لها الرحمه. اطلب لمين الرحمه يعني؟ فيها حاجه كبيره؟ قال لي بنتك اتقتلت، بنتك ماتت، جوزها قتلها. حسيتش بنفسي، اغمى عليا. قال لك كده على طول وخش. حسيتش بنفسي بقى، خدوني الشقه اللي جنبها بتاعتهم، فوقوني وابني سندوني هو وشباب، ونزلوني. ما عرفتش نزلت ازاي. ركبوني عربيه ملاكي تحت بتاعت واحد، خدوني فيها ورحنا القسم. رحنا بقى القسم، الشقه بقى كانت مكسوره. اخته ايمان وابنها اسمه عبد الرحمن جم بعربيه بيضه. جم الحيوان ده اتصل عليهم وقال روحوا هاتوا بنته هو بنته من مراته، يعني بنتي اللي واحد مراته التانية. مراته التانية اسمها هاجر. من الصعيد جت، رميت له عيلين، عيل شهر عيلها 5 سنين ونص. ودى الولا معرفش ناس بتربيه، قعد مع بنتي 4 ايام ولا 5، سهرت عليه حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالت خلاص يا محمد انا تعبت عشان انا مش قادره عليه، طفل وعندي بنتين وبيت. قال لي خلاص انا ايه هودي لحد يربي. قالت له ماشي. مريم فعلا هي بنتي زي يسر بالظبط، ومشيت معاها بما يرضي الله. راحوا بقى الجيران، على قولت الجيران الناس اللي شايفينهم هو الحيوان، نزل مغير لابس تيشيرت ابيض ومغير وماسك شنطه وواخد حاجات كتير كده في شنطه. بعد ما عمل عمليته هم بقى هو اتصل بيهم جولوا وطلعوا فوق، اخدوا بنتهم، اخدوا البنت وسابوا بنتي. طفله عندها قد ايه بقى؟ طفله لسه ما تمتش 3 سنين، يسر صغنونه كده. وبنتي مقتوله جوه في الاوضه بعد ما قلعوها حاجتها وذهبها وفلوسها وبطاقتها وتليفونها، خدوا منها كل حاجة وقفلوا عليها الأوضة وقفلوا على بنتها صغيرة من غير أكل وشرب. قعدت 3 أيام. 3 أيام من غير أكل وشرب. 3 أيام الناس الجيران سامعينها تعيط، يقول يا جماعة إحنا سامعين البنت الصغيرة دي بتعيط، بس هي فين؟ البلكونة كانت متشنكلة بس كده، هي عشان رفيعة فطلعت منها، طلعت يسر وتطلع وتدخل وتعيط وتقول يا ماما يا ماما. الناس شافوها بقى يفتحوا لها النايتي ويرموا لها كده من البلكونه، يرموا لها الاكل من البلكونه. الرجال الناس الجيران اللي ربنا يبارك لهم في اولادهم وفي صحتهم ويسترهم دنيا واخره، رموا لها الاكل النايتي وتاخد وتاكل، تقول له ميه ميه، هتجيب لها ازازه وفتحها نص فتحه ورموها لها، شالت الازازه وفتحتها وشربت. وبعد كده بتقول ما احنا مش عارفين، ما نقدرش ندخل الشقه، ما نقدرش، لازم اذن النيابه، ما ينفعش. بصينا من البلكونه مباشرينها رايحين جايين عليها رايحين، لقيناها نايمه على البلكونه، نايمه على سور البلكونه نايمه كده. لقينا الحيوان ابوه
الحيوان ابوه هو بقى الحيوان ابوه الحيوان اللي ما رباش ابنه، ما حيوان جاب حيوان اللي دقنه قد كده جه كسر البيت برضه، فما يعرفش ان البيت اتاخدت خلاص. فقال له انت جاي ليه هنا بتعمل ايه؟ قال له معرفش. قال له في مجني عليها جوه، انت جاي هنا ليه؟ فين ابنك؟ قال له معرفش. عم بلغين البوليس ومسكينه ده الجيران. حد ما البوليس جه واخدوا ابوه واخته اللي اسمها ايمان دي المفتريه اللي حسبي الله ونعم الوكيل فيها وفي ابنها، تعمل فيها حسبي الله ونعم الوكيل. خدت بنت بنت اخوها وسابت بنت بنتي تموت جوه بعد ما سرقوا بنتي من كل حاجه، وراح واخدينها. فبيسالوه جيران بيسالوه، والبوليس لما جيبه يقول له فين اهل المجني عليها؟ مرات ابنك لابوه. لابوه قال انا ما اعرف لهمش عنوان، انا ما روحتش عندهم خالص، انا ما اعرفش. مش هات الجيران برضو عشان انا ما حضرتش. الجيران اللي هو دخل بيتي جه في مقابله واتنين، تعالى تعالى هنا يا حاج، وفتحه تعالى تعالى هنا يا حاج، وتلبيس دبل، كاتب كتاب وراح معانا كاتب كتاب عند المأذون مجدي عبد المقصود، وكل الناس شايفينه وحاضرين اهل اسكندريه. وجه البيت عندنا كذا مره، وجه عندنا بعد الجواز كمان، وكتب القايمة عندنا بتاعت كان يجيب طلبات. يعني ابوه اللي بيقول انا ما اعرفش البيوت وما اعرفش مفتري، ده جه هنا وجاب طلبات، كان بيجيب طلبات لابنه، كان بيجيب له عيش وطلبات. جه بدل المره كام يا حاجه؟ سبع ثمان مرات. ده ابوه ابوه الحيوان ده اللي انا ما اعرفهاش ودول مجهول. فهو طبعا مش عارفين يستدلوا على بنت، هو اللي كتبها بايده بخط ايده، مش عارفين يستدلوا على بنت عشان ما فيش بطاقه. سرقوا بطاقتها وسرقوا حاجتها كلها والتليفون، فراحوا مودينا قالوا دي مجهوله الهويه، لما يبان لها اصحابها نوديها تلاجه ابو خليفه اللي في القنطره عشان ملهاش، ونودي البنت. بلغوا جابوا قال البنت يعني هما كمان حطوها مجهوله، ما رضوش يقولوا على بياناتها الحقيقيه. لا لا لا، ابنه هرب وابوه قال انا ما اعرفهاش، قال ما اعرفش. واخته حبست البنت الصغيره هي وابنها، وخدوا بنتهم وسابوا بنتنا بتموت جوه، لولا الناس كانوا بيرموا لها اكل وشرب. وما رضيش يقول على عنوانكم هنا نهائي ولا اي حاجه، خدوا جميع الاوراق اللي خد كل حاجه، بيقول مبهدل الاوضه بتاعتها واخد كل حاجه، وملحها الذهب بتاعها وكل حاجه. الجيران بقى ربنا يبارك لهم ويبارك لهم في صحتهم وفي ولادهم. ليله الصبح لما البوليس جه حموها واكلوها وشربوها. البنت الصغيره يسر ونايمه مع جوزها ومصورها وهي نايمه معي، ويقول لي دي بنتي دي بنتي. جم بقى البوليس قال لي سيبوها لنا، هي ماسكه في مراته ومش عايزه تسيبها، تقول لها ماما وتقول لي ده يا بابا، مش عايزه تسيبهم، باتت معاهم ليلة بحال. قال ما ينفعش يا استاذ، لازم نوديها دار الايتام لما يبان لها اهل، هي ملهاش كده اهل، المجني عليها ملهاش اهل، ودي بنتها مش عارفين يوصلوا لنا، مش عارفين يوصلوا لنا خالص. واخدين كل حاجه، التليفون خدوه، كل حاجه تستدل أبوهم عليه. ابوه مش عاوز يعترف بالمكان اللي احنا مش عايز يقول انتوا مكانكم هنا، مش عاوز يقول، لا يقول ما اعرفش، مش بيقول ما اعرفش مكانهم فين، خايف على الحيوان، مفكر يعني ايه الموضوع هيعدي كده وخلاص. مش عارف يعني لو ان شمامتها راحت وكده ما كنتوش برضو عرفت حاجه عنها؟ ما كانش هنعرف نوصل لها. انا راح اشوفها بس، راح ابص عليها اطمن على بنتي، الاقي بنتي في الثلاجه وميته بقى لها يومين، قتلها طاعنها وخانقها من غير سبب، من غير سبب، من غير، ما فيش سبب، ما فيش سبب، والله والله ما في سبب، والله ما في سبب. الحيوان ابن الحيوان، واخته الحيوانه اللي ربنا ما يبارك لها ابدا، ايمان ايمان يا رب، هي وابنها حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يصبرك يا حاج. يا رب حسبي الله ونعم الوكيل. يقول لك مشحونين عيالك كلهم، تدوق اللي انا ضايقاه على اللي، يا مفتريه يا منقاب ما عملتيش بيه، سيبي طفله، سيبيها على السلم وسيبيها وامشي، سيبيها. الجيران قالوا يسيبوها لنا، سيبوا البنت الصغيره على السلم، احنا هناخدها، دي طفله ما ذنبهاش حاجه. طفله تقعد يومين لياليهم لوحدها في الشقه، راحة جاية من غير أكل وشرب وتعيط ومش شايفة أمها.
قافلين عليها جوه، هو قتلها وقفل اوضه النوم عليها جوه. مش خد وداها دار الايتام على كده، خد الطفله الصغيره. خد البنت الصغيره طبعا، ما حدش قال على عنوانه هنا. عنوان بالظبط، خدوها وداها دار الايتام لحد اما ابوها بقى عمرو ده ابو عيالنا جالنا الاسم، وقلت له يا عمرو بنتك في دار الايتام رايح يجيبها. قال له ما ينفعش، لازم اذن النيابه، لازم تصريح وشهاده الميلاد. جه هنا البيت اخد شهاده الميلاد، قال لي بس لازم اذنني. اول ما النهار طلع راح على طول وجاب بنته والحمد لله، وعياله الثلاثه معايا الحمد لله، وبنتنا صاحيه وعايشه. كان في مشاكل بينهم يا حاج؟ مفيش مشاكل خالص، مفيش مشاكل نهائي. هو بيتلصم لها على كل حاجه، مفيش مشاكل. هو الغيره زياده. ده بص لك ليه؟ ده قاعد، ده انت بتكلمي مين؟ لو بتكلمني، لو بتكلمني وهو رن على تليفونها تقول لي استني يا ماما، بيتصل اشوف عايز ايه، تكلمه وبعدها بدقيقتين هو يتصل عليا ازيك يا ماما عامله ايه؟ قاعد ايه ياسمين اتصلت عليك؟ هو قاعد كده مش مصدق. كان بيغير عليها غيره، غيره مميته، غيره كان بياخد الدرجة ما كانش بيطلعها البلكونه كله، كان بينشر، كان بياخد الهدوم بنشرها على الحبل. جيرانها يقول له والله العظيم يخرج بره، يخرج بره، كان بيقفل الباب عليه عشان ما تطلعش. يقول لي جعوره جعوره كده يعني على طول، وبهدله فيها على طول. كان هو اللي بينشر الغسيل كمان على الحبل. طلبات السوق، كان هو اللي بيروح يجيب طلبات من بره. اقول له بتقفل الباب ليه يا محمد؟ قال لي انا خاف عليها، حد يخبط تفتح يعمل لها حاجه. لا لا انا بخاف عليها. الجيران يقولوا ده احنا كرهنا نطلع البلكونه بسبب الحيوان ده، ده احنا ما بنشوفهاش اصلا، والله ما بنشوف. ده بيلم الغسيل، هو اللي بيحط الغسيل. يقول لي عشان ما حدش يشوفها، عشان انا مش عايز حد يشوفها مراتي. لو وقفت تكلمني، ثلاجه محطوطه كده في اوضه الاطفال وبتكلمني، عمل لها مشكله. ليه يا انت واقفه كده وبنص كم والجيران يشوف؟ طب فين يشوف؟ رحت قالت تعالي ماما اقفي مكان. فين يا ابني؟ فين الجيران؟ هو في حد قدامها؟ في حد قدامها؟ حد قدامها؟ بعد كده بقى اتخانق معاها وضربها برضو، بس بنتي كتومه وما بتقولش. كان ضربها قبل كده ووريتنا ايديها ورجليها كله وزرقان كله، وكنت ما حاولتش اتكلم معايا عشان موضوع الغيره ده نهائي. كلمناه قال خلاص انا غلطان، وانا مش هكلمها تاني. وحيوان واصطلحوا خلاص، واصطلحوا على كده. هو هو تاني يوم يقلب عليها كده، هو هو فيش هو الغيره غيره عمياء يعني، مش عارف يعني. سته وتاج راسه وتاج راس اهله، الضفر اللي بنتي بتطيره برقبة أكبر واحد في عيلته، أكبر واحد الحيوان، لكن ما يستاهلهاش. هي يلا الحمد لله هي في الجنة إن شاء الله، هي في الجنة تاخدت غدر، نايمة قتلها طعنها وخنقها، نايمة في أمان الله. جيرانها يقولوا دخلنا عليها لقينا نايمة بدر، بس لو عرفت اللي حاصل لها أقول لها ريحيني فيها إيه اللي خده يسر، تقولي لو عرفت مش هترتاح. انتوا قلتوا مش هناخد لها عزه غير لما حقها يجي. لا مش هناخد عزه، والبركه في البوليس الشرطه العادل. والشرطه ان شاء الله مش هتسيب حقها، يعني مشكوره كلهم جنبينا جنبينا والله وحوالينا، ويقول له حق بنتي كده. كانوا واقفين جنبنا في الاسم يعني، كانوا واقفين معانا في الاسم وما قصروش معانا باي حاجه الصراحه. وهي اختنا وحقها يرجع والله، وربنا يصلح حالهم ويشوفوا لنا. امين يا رب، ويخلصوا لنا الموضوع ده. مش هيسيبوا حق بنتي باذن الله، باذن الله، باذن الله. ان شاء الله، ان شاء الله القصاص العادل ليك يا بنتي يا رب، باذن الله حقك يرجع ان شاء الله. واحنا عزاه مش هناخده باذن الله، مش هناخد عزانا لما يتحاكم، نشوف محكوم عليك. مش هتاخدوا عزاها غير لما مش هنعمل عزا دلوقتي خالص، لما يتحاكم وحقها يرجع، لما حقها يرجع ان شاء الله. مش هنسكت على المره دي. حكومتنا عادله، حكومتنا غير الاعدام، غير الاعدام، حكومتنا ده الاعدام، ده الاعدام، الاعدام شويه عليه، شويه عليه الاعدام ده. يتعدم وينزل ويتعدم وينزل 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 ويتعدم. يعني اهله هم برضه كانوا واقفين جنبه في الموضوع ده، كل حسب الله. يعني كانوا مشاركين معاه كمان، شركاء، شركاء في الموضوع دوت. سطروا عليه، سطروا عليه، سطروا وشاركوا، راحوا سرقوها، سرقوا الجريمه، سرقوا الذهب، وسرقوا سطارين على كل حاجه عندها. ويا ريتوا قتلوا
عملها بس ده خد مذهبها وخد حاجتها وجردها من كل حاجه والبطاقه بتاعتها وخد التليفون بتاعها مسح اللي عليه سرق الذهب والحاجه كلها كمان كل حاجه والجيران شاهدين ان هو خارج بكل حاجه قد كده وقلبه الجامد يخش ويغير ويقلع هدومه ويخرج ولا كانه عمل حاجه وحسبي الله ونعم الوكيل فيه لازم يتعمل فيه زي ما هو عمل فيها بالظبط والقصاص العادل ويتعدم زي ما اتعمل فيها ان شاء الله ان شاء الله يتعدم زي ما قتلها كده يتعدم وفي ميدان عام عشان يبقى عبره لمن خلفه وعبره لكل من تصور لها نفسه ان هو يعمل حاجه زي كده لان دي احنا نعرف عنها والله طول عمرها متربيه وهي من صغرها متربيه مع اولادنا وادب واخلاق وحسن سير وسلوك ما شاء الله عليها وعلى وتربيه ابوها وامها ربنا يا رب يصبرهم ويربط على قلبهم الجميع بيشهد لها بالادب والاخلاق والخلق والله نشهد لها والله حاسبها وانا مزكيها على الله هي فعلا كانت ياسمين وهي اسم على مسمى اللهم بارك كانت ما شاء الله عليها ادب واخلاق وصلاه وكانت ما شاء الله محترمه وكل بيشهد لها بحسن سلوكها وحسن اخلاقها والله كانت ما شاء الله فعلا كانت نسمه ماشيه على الارض اللهم بارك ربنا يرحمها ويبدلها دارا خيرا من داريها يا رب وينتقم منه ومن اهله ومن كل ما اشترك فيها وكل من تسطر عليه وكل من كان راضي باللي هو بيعمله حسبي الله ونعم الوكيل فيه هو وفي اخته وفي امه وفي كل من اشترك معاه حسبنا الله ونعم الوكيل فيه امين يا رب بس احنا عايزين القصاص وعايزين اعدام يتعدم في ميدان عام وان شاء الله احنا عندنا يقين وعندنا ان شاء الله عندنا طبعا يعني يقين في الله سبحانه وتعالى ثم في القضاء العادل ان هو يرجع لها ان شاء الله حقها يعني انت مش هتاخد عزاها يا حاج غير لما حقها يرجع ويقصصها مش هناخد عزاها دلوقتي خالص لما يجي لها حقها ان شاء الله وان شاء الله الشرطه مش هتأثر معانا ان شاء الله لا احنا عندنا يقين وعندنا طبعا